مرحبا بكم في عاصمة الأغالبة القيروان التي تأسست سنة 50 هجري والتي كانت عاصمة شمال أفريقيا وتونس وهي بئر باروتا هو معلم مائي منذ 14 قرن موجود. ما وجد في القيروان؟ ما معنى القيروان؟ القيروان هي في اللغة العربية معسكر في الماضي البعيد في مجموعة من التابعين نتاع الصحابة فهمني أخذوا القروان كمخبأ فهمني باش للإيقاع بالعدو فهمني ومعهم سلوقية اللي هي كلبة صيد فهمني فذهبت بعيدا ورجعت بعد سقيها ملطخة بالطين فهناك اكتشفوا الماء وهم في أشد حاجة الماء والسلوقية اسمها أوطة فأطلقنا البئر على اسم السلوقية بئر أوطة ثم أدمجنا الكلمتين واللي نسميناها بروتا فهمتني والناس جينا من كل الأماكن فنبشروا الماء البركة المكان مبارك والماء مبارك والخاصية نتاع بروتا نتاع هذا المكان المعلم المائي أنه كل مرة ناخذ جمل فهمتني يطلع من الدروج ثم يهبط من الدروج احنا توا في بير باروتا في القروان في البلاد العربي والناس جيتها تدخل لهنا الباروتا يحبوا يشوفوا الجمال يدور ويعملوا شربة من الماء خاطر يتباركوا بها البلاصة ويجيوا يتمنوا امنيات ويعملوا شربة ماء وفما يهز الماء زادة من هنا وجمال كيما ترى كل يوم يدور لهنا يخدم على روحه وبعد يروح على روحه ما يباتش لهنا نذهب لأنه احنا نقيسوا بالذهب منظومة استخراج المياه والتقنيات الميكانيكية الموجودة بالمعلم. يعني التقنية هي تقنية النعورة وهي تقنية يعني تعود إلى 3000 سنة يعني قبل الميلاد وكانت منتشرة في آسيا الوسطى ثم يعني طورها العرب وكذلك طورها العثمانيين واللي توقع يعني استغلالها بدين العهد المرادي لأنه أول استعمال للنعورة اللي هي في معلم باروتا كان في العهد المرادي والتقنية هي بسيطة جدا حيث تدور يعني كمنظومة هندسية حول عجلتين عجلة عمودية وعجلة أفقية فتدور العجلات يعني بالخلاف فتستخرج المياه من طبقة من الطبقة الجوفية عن طريق قواديس كما يقول أهل المشرق ونقولوا احنا قلل أو قلال يعني القلال هذيك اللي هي تهبط وتعبين الماء ثم أنه الزوار يحطوا الحلال بتاعهم بشرب